للتعليم العالي من مظاهرات الثانوية العامة لتنسيق الجامعات. أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عدم إلغاء التنسيق، وقال محمد حجازي المستشار الإعلامي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي إن ما تردد عن إلغاء التنسيق بالجامعات كلام ليس له أساس من الصحة، مؤكدا إن مكتب التنسيق قام بعمله خلال العام الجديد ولا علاقة للتنسيق بما يحدث في امتحانات الثانوية العامة. وأكد مصدر مسؤول بالمجلس الأعلى للجامعات إن ما حدث في الثانوية من تسريب امتحانات وحالات غش سوف يؤدي إلى الحد الأدنى للقبول بالكليات. للتعليق على الخبر